ارحمي يا كلامي يا احلامي قربي ليا خدي عينيا ما انت اللي ليا في الدنيا دي حبيبي وانا جنبك حاسس بدنيا تانية قربي مساء الخير، نلتقيكم وحلقة جديدة من برنامج هي وهو. موضوع حلقة اليوم عن اضطراب العلاقة الحميمة بين الزوجين، وهنا تطرح أسئلة حول الظروف التي تؤدي إلى اضطراب العلاقة والأجواء الواجب توفرها لتكون هذه العلاقة جميلة وتشعرنا بالسعادة. ابتداء، فإن أي علاقة حميمة ليست مجرد التقاء جسدين في عملية آلية، وإنما هي تناغم ورضا ومراعاة شعور وأحاسيس الشريك. يقول مختصون بالعلاقات الزوجية إن المرأة تتهم أحياناً بالبرود دون إدراك الطبيعة المختلفة لكل من المرأة والرجل. فالرجل يعتبر الاحتياج الجنسي لديه في بعض الأحيان كشكل وظيفي قبل كل شيء، فقدرته ومدى تقدمه في العمر هي التي تحدد رغبته وقدرته الجنسية. وهناك مفهوم خاطئ لدى البعض بأن المرأة تصبح غير قادرة على ممارسة العلاقة الحميمة مع تقدم العمر، وهو مفهوم خاطئ أيضاً. فالعلاقة الحميمة عند المرأة يكون فيها الجانب الوظيفي والنفسي مرتبطان، ولكن يعتبر الجانب النفسي ذو التأثير الأكبر في العلاقة الحميمة. فعندما تشعر الزوجة بالقدرة على الاستمتاع عند ممارسة العلاقة الحميمة، فإن ذلك ينتج عنه علاقة أعمق مع الزوج، وتشعر إن مسؤوليتها ليست في إمتاع الرجل فقط دون نفسها. عندها تكون قادرة على التعبير عن أحاسيسها وصولاً إلى حالة الاستمتاع، وبعكس ذلك تصبح العلاقة الحميمة مجرد وسيلة لإشباع احتياجات الرجل دون السماح لها بالتعبير عن نفسها أو الاستمتاع بالعلاقة الحميمة. عن موضوع اضطراب العلاقة الحميمة بين الزوجين سيكون حوارنا اليوم، آملين مشاركتنا بالحوار عبر أرقام هواتف البرنامج التي تظهر أسفل الشاشة، ومعنا أيضا في الاستوديو الدكتور صلاح كمال اختصاص علم نفس. مساء الخير دكتور. أمساكم الله بألف خير. أهلا وسهلا، شرفتنا ومنور. تحياكم الله، منور بكم دكتور. طلعت على موضوع الحلقة من خلال المقدمة. نعم. نحن بالبداية قبل ما ندخل بموضوع الحلقة، أو ممكن هو يكون الجواب الأكثر اهتماماً وإقناعاً. نعم. للمشاهدين ككل، هل فعلاً العلاقة الحميمة مرتبطة بالطبيعة الجسدية ولا مرتبطة بالنفسية أكثر بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة بشكل مفصل دكتور؟ حقيقة هناك مفهوم خاطئ ممن يفسر أن العلاقة ما بين الأزواج هي علاقة بيولوجية. أبداً، نحن لسنا كائنات بيولوجية. نعم. نحن كائنات روحية، كائنات بشرية. نعم. كائنات ذات قيمة سامية جداً. نعم. فهناك العلاقة تكاد تكون روحية أكثر مما تكون جسدية، فهناك يسبقها شيء اسمه التقبل. نعم. المرأة تتقبل الرجل والرجل يتقبل المرأة، وهناك تواشج بالعلاقة العاطفية قبل أن هناك تواصل وتواشج في الحالة الجنسية. نعم. إذن هناك يفترض أن يكون أسبقيات مروراً بعدة مراحل وصولاً إلى مرحلة الذروة، وصولاً. نعم. إلى العلاقة الجسدية ما بين كل الرجل والمرأة. فذلك يفترض أن تكون هناك يعني تسميات عظيمة نسمي بهذه العلاقة. نعم. كان يكون علاقة روحية، كان يكون علاقة إنسانية، علاقة سامية، ما نريد نسميها علاقة تحمل علاقة بيولوجية محضة. نعم. لذلك فهناك يعني حقيقة فهم خاطئ لكل من، وخصوصا نحن الشرقيين. نعم. يعني نعطيها في التفسيرات ظالمة جدا، وخصوصا نلقي اللوم وكل اللوم على المرأة. ليش دكتور؟ والله سبحان الله، لازلنا شخصية السيد مسيطرة على دواخلنا حقيقة الأمر. ونريد من المرأة كل شيء، نريد هي اللي تكملنا، ونريدها هي اللي تثير مشاعرنا، نريد هي اللي تغنجنا، نريد هي اللي تمهد لنا السبل حتى نظهر رجولتنا. أما هي لا،
يعني احنا نريدها جاهزه واحنا علينا فقط ان نمارس وانتهى الموضوع. كما تكون يعني بالفعل هي آلة لمجرد اداء الوظيفه، كانما وعاء، عباره عن وعاء. في حين هذه المراه سبحان الله يعني من تعتبر من ارقى الكائنات، يعني ذات الحس المرهف، وبعدين هاي المراه هي اللي اساس، ولا شلون تثبت اني رجولتي اذا لم تكن هناك مراه؟ خلينا نفهم هذه، يعني خلينا نفهم هذا المغزى. انا شلون اكون رجل اذا لم تكن هناك مراه؟ طيب ما دام هي اللي تكملني وهي اللي تحسسني برجولتي، يا طيب غير اعطيها قيمتها، غير احسسها بانوثتها، احسسها بانها امراه، بانها ليست بوعاء، بانها ليست كائن بيولوجي. هذه عباره عن كتله من المشاعر. اذا كنت انا استفز بغريزه او غريزتين، فالمراه كلها غرائز. ممكن انه المراه تطرأ بكلمه عذبه، ممكن تطرأ بلمسه، بهمسه، بنظره، بابتسامة. شوف مجموعة الطرق تؤدي إلى نشوة هذه الإنسانة الراقية. لكن الرجل هناك ما أعرف، هذا الفهم الخاطئ من أين تولد إليه؟ يعني هل بعضهم يرمون بالشخصية البدوية أنه على أساس نحن بدو ولازلنا؟ أبدا، البدو هم على رقة المشاعر، ونشوفهم بأشعارهم والأغاني القصائد على الربابة يتغنى ويتغنج بالمرأة. تمام. وصولا إلى شيء اسمه العلاقة الروحية ما بين المرأة والرجل. تمام. الفراش هذا ما بين المرأة والرجل هذا وعاء مقدس. تمام. يعني ليس بساط قضاء حاجة. تمام. أريد نتجاوز، أريد نطفر هاي المرحلة. هذا الفراش، فراش الزوجية فراش مقدس. طيب اسمح لي دكتور، أنا بس أقاطعك لأنه حتى قبل ما نتجاوز الفكرة، بالنسبة للرجل أحياناً يعني حتى بعدم وجود المرأة، هو يحتاج لإداء الوظيفة الجنسية. يحتاجها لأنه فسيولوجية جسمه، طبيعته، تكوينه تحتاج أنه يعني يمارس العلاقة الحميمة. بينما المرأة لو ما كان عندها رجل، يعني هل تبدي تقل عندها احتياجها للعامل الحميمي؟ شوف سيدة الفاضل، احنا ليش نعطي فقط الجانب الرجل على حساب الجانب المرأة؟ لكل إلى دوره، لكل إلى احتياجاته. يعني حتى ابراهام ماسلو من وضع هرم الحاجات، وضع القاعدة الأساسية الحاجات الفسيولوجية. ووضع الحاجة الجنسية احدى مكملات شخصية الإنسان، واحدى مكملات حاجات الإنسان الضرورية. يعني العملية ليس مقتصرة على الرجل على حساب المرأة، بالعكس المرأة ايضا ممكن في تفاوت بالاحتياج دكتور. ممكن الرجل يحتاج العلاقة الحميمة أو ممارسة العلاقة الحميمة أكثر من هاي المرأة. شغلة نسبية سيدة فاضلة، يعني هناك تعتمد على سيكولوجية. خلينا نلعب على الشغلة النسبية. أوكي. خلينا نقول كم نسبة التفاوت بين رغبة المرأة ورغبة الرجل؟ نسبة، قد يجوز عند بعض النساء نسبة الاحتياج مالتها أعلى، يعني قد يكون مرحلة مستوى الشبقية مالتها أكثر من الرجل. هاي تعتمد على سيكولوجية الشخص نفسه. على قدرة إفراز الغدد الجنسية الموجودة عند المرأة وعند الرجل. قد يجوز عند المرأة تكون بإفراط، وقد يجوز عند الرجل تكون شنو مطمورة. يعني هذا طيب حقيقة. خلينا نتناول المرأة على حدة ورجل على حدة. أوكي. إذا نتناول المرأة، نعم، هل العلاقة الجنسية مرتبطة بمشاعرها النفسية، بأحاسيسها، خلينا نقول برومانسيتها؟ أكيد يعني مرتبطة. أكيد، يعني هي الحالة مرتبطة بالعامل النفسي حقيقة الأمر. هاي الحاجة مرتبطة بالعامل النفسي. إذا كان هناك عامل نفسي مريح ومرتاحة، الحاجة تكون ملحة. طيب وبالنسبه للرجل؟ بالنسبه للرجل يعني كان يكون يعني اشد ضراوه من المراه. يعني بحكم الجانب التكويني للمجتمع يبيح لها الشغله. مو بس المجتمع، انا اعتقد حتى جسده الطاقه اللي يمتلكها الرجل. شوف احنا قرينا البحوث اللي اجريت في العالم الغربي وفي امريكا ودول اخرى، وجدنا ان كل الجانبين لهم حاجه. لكنه هنا عندنا بهذه المجتمعات التكوين للرجل يفرض عليه أنه يكون سيد الغابة. هي هاي المسألة. لكن حقيقة الأمر هناك لا زالت عندنا موجودة لحد حتى في مجتمعنا العراقي. هناك حاجة للمرأة، قد يجوز احتياج أو غدد تفرز عندها أكثر من إفراز. يعني كثير أكو مشاكل، مثلا في إحدى البحوث اللي أجريناها في محاكم الأحوال الشخصية، تقول يعني هو يعني ما يلبي لي رغبتي. المرأة تجي تقول ما يلبي رغبتي، يعني أنا هم لي حقي بالحياة. أكيد. زين، يعني هو رجل إيش يقول؟ شو وقت ما يريد هو، وشو كنت ما أريد أنا؟ يعني ما لي حسم في هذه الدنيا وما لي حاجة تلبى؟ ليش أنا مبشر؟ معناته إحنا حالياً بطرح حضرتك نحن دخلنا إلى صلب الموضوع. أكيد. متى تصاب العلاقة الزوجية بالاضطراب؟ شوفي سيدتي الفاضلة، يعني هناك إحنا نسميتها قبل ما أبدي الحلقة تكلمت وياك، نسميها بالمطب.
هالمطب يجي شنو بصراحة، إما يجي أثناء فترة الزواج الأولى وقد يجوز بعد هذه الفترة وقد يجوز مرحلة متقدمة، لكنه أهم أقول المسألة خاضعة للنسبية. قد يجوز يعني الحالة النفسية في بداية الزواج كان تكون مضطربة، كان تكون عدم التفاهم، وخصوصا بداية الزواج عدم التفاهم، يعني لا أنا أفهم زوجتي بحكم أنه غريب عني، ولا هي تفهمني ولا أنا أفهمها، فهناك يصير نوع من الفتور. لكنه ممكن أنا أزيل هنا على الرجل أن يتمسك بالعصا السحرية. يعني هذه المرأة كما أسلفت يعني مخلوقة جدا راقية، ممكن أني يعني أتلافى مجموعة أمور بكلمة طيبة، بهدية بسيطة، بهمسة، بأكلة طيبة، نطلع نغير كذا، ما ممكن أسمح للروتين والملل والرتابة أن تدخل مغمار حياتنا، لأنه مجرد أن دخلت تصبح هاي الشغلة اللي مثل كما أسلفت على هاي الفراش الزوجية تصبح عملية بيولوجية ميكانيكية، كل روح ما أداء وظيفي مجرد من أي أبداً أحاسس. كأنما قضاء حاجة، ولهالسبب ممكن هذا يكون هو المدخل بغض. لحتى مثلا تبدي تسوء العلاقة الحميمة وتبدي كل مثل خلينا نقول حالات كثيرة الرجل يبدي يبحث عن شيء جديد لحتى مثلا يعني في نقص أكيد. في نقص بس هو ما يعرف وين بالضبط. يعني المرأة خصوصا المرأة تحس إنه هذه العملية أنهم عبارة هي عن وعاء، مجرد الرجل قاعد يقضي حاجته وياها وانتهى الموضوع، ما قاعد يهتم بمشاعرها، ما قاعد يوصلها الى المرحله اللي يوصل اليها. وما هي يعني يفترض الرجل وخصوصا الرجل الشرقي يعي شغله مهمه جدا، ان المراه حاجه وقد تكون اكثر عمقا من حاجته، يفترض ان يلبيها قبل ان تتلبى حاجته، لكن هاي مغيبه عندهم ما تعرف ليه شنو السبب. اذا كنت جاهلا فاسال، إن كنت تبحث عن المعلومة هذا الإنترنت موجود، اسأل الناس، اسأل هالشرع، اسأل لازم تعرف أن هذه المرأة كائن مثل ما أنت كائن، إلها مشاعر وإلها حاجات مثل ما أنت إلك مشاعر وحاجات، واحتمال قد يكون أكثر من عندك. فذلك يفترض أني ألبي هذه الحاجات. من نشوف المرأة أنه هي أصبحت عبارة عن وعاء وتكملت حاجة إليه، حتى هذا الجانب يعني يبدأ يضمحل عندها، فبدهم تهتم بنفسها، لا حتى عطر ما تحط عطر، ما تتمكيج، ما تلبس، ما تتأنق، وكأنما هي يلا يا 10 دقائق وفضها. ابدا ابدا، كأنما هذه الحياة الزوجية وضعنا اسفين قوي فيها، وبدينا ندق اول مسمار في نعش نهاية الحياة الزوجية. وممكن دكتور الحالات والأسباب اللي ذكرتها حضرتك هذه تلعب دور أيضا حتى لو كانوا متواصلين، لكن أثناء العلاقة الحميمة راح نشوف في تأخر بالنسبة للمرأة لحتى ما توصل مرحلة الذروة. نعم. بشكل يوازي سرعة الرجل ويصير في النوع من الخلل، يعني هنا على الرجل يأخذ أثناء العلاقة. بالضبط، هنا على الرجل يأخذ المبادرة، يعني يحس نوع من الرتابة دخلت في نفسية المرأة والملل وكذا، فعلي أن يصب جل اهتمامه بهذه المرأة، وعليه أن يوصلها قبل ما يوصل هو، لأنه اعتياد الرجل. إحنا نعرف كنا شرقيين ولا حياة في العلم ولا حياة في الدين، لأن الرجل مجرد أن تصل مرحلة الذروة عنده يدير وجهه وينام، هاي حقيقة خصوصا الرجل الشرقي. فعليه من أين أعرف نفسي أوصل هالمستوى هذا، وبالتالي أهمل هذه المخلوقة، فيفترض أن ألبي رغبة هذه المرأة، هذه المرأة اللي منحتني كل شيء بحياتها، أن أوجد لها هذه الأجواء بحيث أخليها ترتاح، بحيث من أخليها تجي إلى هذا المكان، تجي كأنها جايتني كأنها عروس. نعم. لأن أنا محسسها أنه هي عروس. معناتها التوافق والانسجام بين الزوجين هو من أحد أو من خلينا نقول من أهم العوامل. نعم. للوصول لمرحلة العلاقة الحميمة، وخصوصا التوافق بين الزوجين، التوافق الجنسي. نعم. والتوافق بالنسبة لمرحلة الذروة، مهم أنه يوصلون مع بعضهم لهذه المرحلة وليس كلا على أحدة. أكيد أكيد، هنا على المرأة يعني أن تعي هذا الدور، فلذلك من تجي إلى هذا الشيء يفترض أن تستعد إليه، يعني مثلا من الريحة الطيبة، المكياج. يعني في يوم من الأيام سألت امرأة، وامرأة ناضجة. نعم. قلت لها يعني تهتم ببيتها، قلت لها أسألك السؤال يعني أستحلفك بالله، قصاش ملابس قميص نوم؟ قالت هو ليش الأوغى ليش؟ إن لنفسك عليك حق. زين يا معود وإحنا وين؟ لا أبدا أبدا، مهما يعني تبلغ بين الاعمار، شوف احنا ليش الجماعه متقدمين علينا، يعني هسه حتى بدات هسه حياه جديده سحول الحياه ما بعد الستين. نعم. يعني المراه تبدي تتانق وتلبس وتتمكيج وتذهب للصالون، كم وكم من نسائنا ها
ذهبت الى الصالون حتى يسوون فتشون فد امسيه لطيفه بينها وبين زوجها، الا اذا صار عندهم مناسبه عيد يلا احنا ندق ابواب الصالونات. أو ممكن مثلا من يجي الرجال اذا كان مسافر وشي يلا ذاك الوقت يعني رحمه يعني اذا والله رحمه زين. طيب قميص النوم هاي نسيته طبعا نسيته، حتى يعني مره سالت واحد يعني شخص يبيع عنده يعني بضاعه يبيعها، قلت له من يشتري؟ قال بس العرسان. يزي ليش بس العرسان؟ مو هاي حياه زوجيه بدات من لحظه الزواج الى لحظه مفارقه الحياه بعد عمر طويل ان شاء الله. بالضبط دكتور، ممكن اصلا العرسان بالبدايه يكون عندهم الشغف للممارسه بدون الادراك، لحتى ممكن يعني يعني حتى بدون روحيه هذه المكملات اللي يقصدوها النساء مثلا من خلال ملابس النوم وغيرها، يعني بالبدايه يكون مجرد التماس الجسدي بين كلام شلون اشبه بالتحصيل الحاصل، لكنه ما بعد هذا هاي التحصيل حاصل بعد مرور فترة. لكن بالنسبة للعرسان نعم. احنا حتى نوصل الفكرة دكتور اسمح لي، انه بالبداية بداية الزواج الاجساد تكون فتية بعدها ما متعلمة ما متأقلمة، يعني حالة جديدة، حالة التواصل الجنسي المباح بهذه الطريقة من خلال يعني الزواج راح يكون يعني بالبداية تجربة جديدة. نعم. لكن بعد مرور وقت خلينا نقول مثلا فد 10 سنوات او 7 سنوات او حتى ممكن 5 سنوات ويبدي يصير عندهم ملل، فهذا الملل كيف ممكن يتحدوه من خلال التجديد بالعلاقة الحميمة ببعض الممارسات الجديدة ببعض الملابس الجديدة اللي يرتدوها، ولا يعني في كثير أمور ممكن أنه تثير الرجل وتثير المرأة أيضا. شوفي سيد فاضل، أنا دائما يعني ميال للمرأة ومدافع، أنا أحس بالمرأة أنها مطلومة بعض الشيء خصوصا في مجتمعنا، لكن هم نفس الوقت أنا يعني هم أضع كل اللوم عليها، العصا السحري بيدها المخلوقة شقد ما هي رقيقة، بس هي شقد مخلوقة عظيمة تخلق، حتى تقدر تخلق من كيان الرجل وإن كان همجيا وإن كان بدويا وإن كان عنيفا، تجعل منه إنسانا رقيق المشاعر مرهف الإحساس. ومثلا تريد تقصر مثلا على مثلا مصروف البيتي على يومية فد 1000 2000 1000 2000 بالأسبوع تقدر تشتري لها فد جداشة حلوة يعني وتفاجئ زوجها بهذا الشيء. هنا الزوج راح يصير عنده نوع من المفارقات، يقول هاي الزوجة فعلا مهتمه بي لغرض اسعادي، لكن طالما هي تريد تفكر باسعادي انا ايضا افكر باسعادها واجلب لها الشيء اللي تريده، وبالتالي امنحها الشيء اللي تريده، وبالتالي امنحها الرغبه اللي تريده من عندي، واجيها بكل شغف وبكل كل ما اتيت من قوه وعنفوان نحو هذه الرغبه. ليش؟ حتى تحس. شوف سيدتي الفاضله، بعض الاحيان خصوصا الجماعه اللي موجودين بمجتمعنا يطون في الصفه ظالمه لهاي العلاقه. صدقيني ثقي بالله الكريم، أهم ميزة ترتكز عليها العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة هو الفراشة الزوجية. يعني كل ما كانت العلاقة حميمة وبقوة بكل من الرجل والمرأة، مو المرأة تيجي تكمل والله خطية لازم أكمل لو حامل لا ضل عينه برا، ترى هذا فهم خاطئ. شنو ضل عينه برا؟ يعني شنو هي؟ عبارة عن تحصل حاصل وعاء يعني قضاء حاجة؟ لا، أنت عليك تأدين دورك وهو أيضا. عفوا دكتور على مقاطعتك، أنا حابة أعطيك كل الوقت لحتى أنت توصل أفكارك بشكل مثل ما حضرتك طلبت، لكن حتى ما يفوتني الفكرة أنه أيضا الرجل يحتاج نوع من الممارسات الرومانسية الحنينة لحتى يوصل لمرحلة العلاقة الحميمة المتكاملة. يعني بعض النساء يجبرون ازواجهم انه تكون الاداء يعني مجرد اداء بروتيني وظيفي بروتيني يعني كان يكون بدون ما تهتم طبعا بالجانب النفسي. نحن قلنا بالبدايه انه المراه ممكن الجانب النفسي يلعب وياها دور لحتى توصل الى مرحله الكمال بالعلاقه الحميمه، لكن الرجل ايضا نحن ما نريد نظلم حق الرجال، ايضا محتاجين نوع من الاهتمام نوع من الحنيه لحتى يبتعدون عن الممارسه كاداء تسقيط واجب. شوفوا اكو حتى بالشرع اكو حديث للرسول عليه الصلاه والسلام يقول لا تأتوا نساءكم كالبهائم. يعني يقول اجعلوا ما بين المواقعه وبين يعني نظام، كان يكون التقبيل المداعبات، يعني الشرع ده يبيح لك هاي الشغله. هذا جانب. جانب اخر عندنا عند المراه عامل الحياء شوي مسيطر عليها. هي ما ادري تنسى ام تتناسى انه هذا حقها، هاي اولا. اثنين هذا يعني هذا المباح لها، الشرع اباح لها هذا الرجل. فيفترض عامل الحياه يعني يجوز يزول بعد سنه سنتين، لكنه حقيقه الامر لحد هذه يعني قد يكون 10 سنوات
لا زالت المرأة عندنا تستحي من زوجها. مو بس تستحي دكتور، بعض النساء والكثير من عندهم تقول لك الرجل صاحب المبادرة، بما أنه هو قائد العملية هو يبقى صاحب المبادرة، فتنتظر من عنده دائما التجديد وتنتظر من عنده دائما المبادرة. يعني قلة من النساء تعرض على زوجها أنه اليوم أنا متهيئة لك، وليش ما هو إحنا نريد نناقش هذا الموضوع. هي هالمسألة، إحنا على المرأة أنه تعي شغلة مهمة، أنه هذا حلالها، هذا رجلها، هذا كيانها، هذا دولتها، هذا عمرها، يتجسد في هذا الشيء أو المخلوق اللي اسمه الرجل. إذا أبيح لكل شيء، وبالتالي أكون إلى كل شيء. مو تردي ما تخليني تكون عينه برا؟ أوكي تسلحي مجموعة أسلحة حسدا يطيش إياها، تعطري البسي، حاول أن تغيرين الروتين في مجال المواقع. لا تحاولين تكونين على شغلة وتيرة واحدة. نرجع ونقول هي مو قضاء حاجة، وبالعكس يجوز اقطعيها، لا تخليها تتواصل، يعني كان يكون غيري، خلي مثلا الفترات متباعدة بالضبط، كان يكون مثلا أشرب العصير كذا، أكل لطيف، فاكهة، ما أدري شنو، وبعدين يعني ما أخليها هي كل ما هنالك 3 دقائق 5 دقائق وانتهت العملية. أبدا، هاي علاقة روحية، أرضطيها معناها الحقيقي. لا بأس أن تكون متباعدة مثلا بالأسبوع مرة، شكو بها، لا بأس بالأسبوع مرة أو بالأسبوع مرتين، لا بأس، لكن هاي بالأسبوع مرة أو أسبوع مرتين أخليها تصير واحدة من العمر. ما أخليها 5 دقائق، لا أخليها ساعة، ساعتين، ما أخليها تجرى وتنتهي يعني وتفوت، لا أخليها تستمر لكنها بفترات متقطعة مثل ما أسلفنا، لكنها شنو بشغلات جميلة راقية، ما أخليه يمل، ما أخليه يتعب، ما أخلي عينه تروح منه ومنها. بالعكس، بالأحاديث الحلوة، بالأحاديث الطيبة. والله العظيم أذكر في يوم من الأيام أحد الحلقات سجلنا، يقول رجل، يقول يعني هو ده يتصل بينا، يقول يا أخي أثناء المواقعة قالت لي أقول لك مستلمين البطاقة التموينية لو ما مستلمين إحنا. يعني وصلنا هالمرحلة، هاي العلاقة الراقية اللي حتى الله سبحانه وتعالى أجعل فيها نوع من القدسية. ممكن هذا التأثير، يعني أنه الرجل يحتاج مود لحتى يوصل، يعني هي عملية خلينا نقول مرتبطة شيء بشيء، فالحالة الفكرية عند الرجل مرتبطة ارتباط وثيق بالعلاقة الحميمة، تحديدا بأعضاء التناسلية الذكرية. ممكن أنه أي فكرة تطرأ أثناء العلاقة أو أي كلام أو أي شغلة سلبية توصل إلى نقطة الصفر. أنا أتفق وياها. يا بأي شيء خارج عنها حدود أبعديها. خل هذه اللي نقضيها ليلة حلوة. أي فكرة السيء لهذه الطريقة حاولي أن تكون مغيبة، بعديها عنا، بعديها عن تفكيرنا. هاي الليلة ليلتنا، هاي الليلة ليلة عرسنا. إحنا كل أسبوع، كل يومين، كل ثلاث، هذا يوم عرسنا هذا. ما أخلي واحد يزعجني، ما أخلي واحد يشتت أفكاري. لكن إحنا مو اللوم، كل اللوم نذب على المرأة، لا، الرجل حتى الرجل حديث يقول أكون آخر حديث يقول تجملوا نساءكم كما تتجمل نساءكم لكم. يعني النظافة الحلوة إلها دور، يعني يفترض يكون جسمك نظيف، رائحة الفم نظيفة، معطر، ملابسك حلوة، ملابسك ريحة طيبة، حتى يكون هناك تقبل. تمام. يعني مو جايني بتراب الشارع وتاخذ، وبعدين نرجع ونقول ترى هي مو عملية بيولوجية يا أخوان، ترى هي عملية مقدسة، فشي نوع من الرابط القوي بيني وبين زوجتي، أحد الوتار القوية اللي تجمعني بيني وبين هذه الزوجة هي هذه الطريقة. لا نحاول أنه نجعلها فد عملية يعني ميكانيكية آلية حقيقة مستهجنة وغير مرغوبة، واحتمال حتى يجوز هو حتى الرجل يصير عنده ملل ورتابة في هذا الموضوع، مثل ما صارت عنده ملل ورتابة بالنسبة للمرأة. يحتاج دكتور، يحتاج توازن من الطرفين لحتى يوصلون لهذه المرحلة المتكاملة. وصلتنا كثير من المسجات على صفحتنا بالفيسبوك، حابة استشير حضرتك ببعض الأسئلة. وبما أنه نحن اليوم نحكي عن الاضطراب، أو خلينا نقول في بعض الأحيان يتجاوزون مرحلة الاضطراب ويصير إخفاق، وإخفاق يبدي يأثر على النفسية. الأخ حيدر اليعقوبي بعث لنا مسج، دكتور عند اللقاء مع زوجتي يكون بالبداية عندي انتصاب طبيعي، ولكن عند لحظة الدخول يكون هناك برود لا أعلم من أين يأتي، ولا أعرف كيف أعالج الأمر بعد وصولنا لمرحلة الذروة مع الزوجة، فأبقى منتظرا أكثر من ربع ساعة إلى أن أعيد الانتصاب، ولا أحب استخدام الأدوية المنشطة لما لها من تأثيرات جانبية. كيف ممكن ننصح الأخ أو الصديق حيدر؟ يعني مسببات هاي العملية إما جانب العمر أو جانب الإرهاق الجسدي،
أو الجانب النفسي. هنا أثناء الممارسة يصير عنده أنه الرجل قاعد يصير عنده هاي بها شلون يقول انشطار بالرؤية عنده، أو أثناء هاي العملية قاعد يفكر بشيء ما، أو خوف، أو خوف من التثبلة. هذا الخوف بحد ذاته تثبيت 75% من العملية، أنه أني ما راح أكمل، أنه هذا راح يصير عندي خمول، أنه راح يصير عندي ضمور. فهذا بحد ذاته باللا شعور يقلل أو يثبط من الإفراز للغدة الجنسية بحدود 75%. ممكن أحياناً دكتور حتى يصاب بالإحراج أمام زوجته من هذه الحالة. أوكي، طيب أنت هو هنا نوصل هالمرحلة، أنه أنت ليش إحراج؟ هاي زوجتك اليوم إذا ما أكتمت العملية ورا الساعة تكمل، ورا ساعتين تكمل، هي مو عملية اليوم لازم أرفع السيف. شنو قابل معركة؟ هي مو معركة، لكنه أنت طالما تكون ريلاكس وتكون يعني واثق من نفسك، نعم، وواثق من أنه ماكو حصير إحراج بينك وبين زوجتك، يعني هذا حليلتك، هاي مو غريبة عنك. إحنا بنقول مثل العراقي وها ستر وغطى عليك، يعني شنو وين كان يعني صار عندك. فهنا نقول لها للمرأة، نقول للزوجة، يا زوجة من تشوفين هي الشغلة على شنو تبادرين؟ وين سلاح المرأة؟ أنه تكون متفهمة للحالة وتحاول تخليه على نسق واحد، يا سيدة، ما تخليه يشرد، لأنه بس مجرد الشرود بالذهن يعني يوصل لهذه الحالة. يعني هي المرأة لازم تأخذ دورها، يعني نعم. مو فقط علي وعلى عدائي، وين صار هاي الشغلة؟ عملية مكملة، واحد يكمل الآخر، يعني العملية ما مقترنة فقط ولا مرهونة بالرجل. العملية يعني تشارك دكتور بس فيه. عفوا على مقاطعتك، حالة الصديق أو الأخ حيدر اليعقوبي مرتبطة ارتباط نفسي أكثر مما ارتباط فسيولوجي. من يقول ما هو تعبان؟ لأن في عنده رغبة. من يقول ما تعبان جسديا؟ شوفي، أكو فرق ما بين الرغبة والقوة على المواصلة. الرغبة موجودة، الرغبة موجودة، حتى لو هسه عامل بطن دي يشتغل بالطابو عنده رغبة، من يشوف ابنية حلوة يثار نار كبرى تصير عنده، يثار زين. الرغبه ما لها علاقه بالقوه، بالقدره على المواصله. نعم، هنا القوه والقدره على المواصله اراده، لها اراده، راحه نفسيه واراده، راحه جسديه. انت مو جاي تعبان كل الدق او النهار كل الدق وتيجي بالليل تصير 7 7 4، وين تلقيها؟ لا، لازم تاخذ لك فتره راحه، راحه نفسيه، راحه، وبعدين غذاء جيد، وبعدين اكل لطيف، وبعدين نظافه، وبعدين ترتيب، وبعدين عطر، وبعدين مكياج، وبعدين اثاره، يلا تكمل هاي العمليه. ولا شو ترى هي مو عنتر بن شداد، وين صار هاي؟ طيب دكتور، بكلمة أخيرة للصديق حيدر اليعقوبي، كيف ممكن يعني يعالجها بغير المنشطات؟ خلي بعد نفسه يبتعد عن التوتر. بالضبط، هذا جانب. ولا يظل يفكر أنه أنا إذا ما كملت حكون محرج أمام زوجتي. أنت ما مو أنت بالعكس، أنت ويا واحدة نايم وياها ستر وغطاي مالتك، فلا تخاف حتى وإن كانت إن شاء الله ممكن تكمل برا ساعة بشوف أحسن ما شاء الله أفضل من الأول. فهذا المشاعر اللي أنت الخوف اللي يتملكك من عدم تقبلتك لهذه العملية، بالضبط هذا راح يضيع عليك هذه الفرصة. تمام، زين. مجرد أن يتسرب الخوف بداخلك من عدم مواصلتك لهذه العملية، احسبها فعلا ما راح يصير. طيب اسمح لنا دكتور ناخذ استطلاع ونرجع لتكملة الموضوع وياكم مشاهدينا. هذا الاستطلاع الذي أعده كادر البرنامج. هو أكيد يأثر، خصوصا إذا كانوا الزوجين ما متفاهمين، ما حد يقدر تعب الآخر، يكون الزوج يعني جاي من الشغل تعبان كلش ومتأثر بسوالف الشغل، متنرفز من الشغل، تكون المرأة ما مقدرة هالشيء، أو بالعكس إنه المرأة مشاغلها هواية بالبيت، يكون الزوج ما مقدر هالشيء. كل شخص يفكر بنفسه، ما دا يفكر بالشخص الثاني، ما دا يفكر بمشاعر الثاني، ما حد يقدر مشاعر الثاني، فأكيد راح يكون يأثر على علاقتهم، على استمرار علاقتهم، خصوصا إحنا هسه إذا سوي نسبة الطلاق كلش مزدادة. يعني أنا عندي صديقي محامي بالمحكمة يقول نسبة الطلاق مزدادة بصورة فظيعة. أسباب إنه الزواج اللي ما متفاهمين، زواج اللي من يكون من وقت، الزوجين يكونوا ما متفاهمين، النرفزة بالعلاقة، فهواية أمور تأثر على العلاقة الزوجية واستمرارها. أكيد يأثر على العلاقة الزوجية، لأن أهم شيء بالعلاقة الزوجية هو التفاهم بين الشخصين. إذا كان هناك اضطراب سواء كان نفسي أو من أي اتجاه آخر، بالتأكيد راح يسوي فتور بالعلاقة. هذا الفتور يكبر أو يزداد بين فترة أخرى، بين يوم وآخر، يؤدي إلى هوة كبيرة، فبالتأكيد راح تتأثر. بالتأكيد يأثر، ولازم يعني الطرفين يكونوا متفاهمين، يعني واحد يتفهم
حالة الشخص الطرف الآخر حتى يصير توافق بيناتهم. رأيك إذا غاب هذا الاضطراب؟ بالتأكيد إذا زاد لازم يعني يصير تفاهم بيناتهم، والطرف الآخر لازم يتفهم الشخص المريض اللي يعاني من الاضطراب. أكيد ما يعني أكيد راح يسبب لهم مشاكل، لأنه الزوج يريد كل شيء جاهز من الزوجة والزوجة همين، فما راح يصير تفاهم بيناتهم، لأنه هو يجي تعبان ويريد كل شيء حاضر، والزوجة هي مسؤوليات البيت والأطفال، فلا هو راح يقدر ولا هي راح تقدر، فبالتالي تصير مشاكل بيناتهم. أكيد يأثر على العلاقة الزوجية، لأنه الزوج مهما يكون عصبي، من تجي المرأة بنفس الوقت هي تعصبة بالزايد، أو تجي يعني مثلا عندها شغلة وهو عصبي، تجي وتقول له يابا يعني اكو هيك وهيك وتعصب همينه كلش بزايد، هذا ما راح يحل هذه المشكلة مالته، بالعكس هذا راح يسوء الاضطراب مالته بينه وبين يعني بين الزوج وبين الزوجة. يكون هادئ، يكون يعني بوقت الشغلة اللي عندها بوقت مناسب، على مود تجي وتقول له يعني اكو هاي الشغلة هيك وهيك صارت. على مود شلون تصير حزازيات بيناتهم والعلاقه بعدين تتطور تصير يعني ما حلوه ومشاكل بيناتهم بين الزوجين، هذا يعني يصير بيناتهم اي اضطرابات، يكون هادئ وشويه جو حلو تيجي تقول له كل شيء. اي اكيد له اكبر تاثير، لانه اذا ما صار التفاهم وظلت العصبيه محور حياتهم راح تهدم حياتهم، هذا شلون نقول شيء اساسي، اذا ما تفاهموا ما راح تدوم العلاقه، او الاعصاب سبب شلون نقول سبب هواي مشاكل، اكو منهم اللي يقتل، اكو يعني ممكن يطلقها بهذا الشيء، هو اتعصب، او يعني لازم واحد منهم يكون متفاهم للثاني، لو الرجل يحتوي المراه لو المراه راح تحتوي الرجل، ما يصير اثنيناتهم اعصاب بنفس الوقت، اذا هو اعصاب وهي اعصاب شيء اكيد راح يعني تخرب العلاقه كليتها، يختارون في وقت مناسب، حديث مناسب، حوار مناسب، وعن طريقه يتدرجون شويه شويه وتقول له الموضوع او هو يقول هالموضوع وتنتهي السالفه، او نلتزم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تغضب ولك الجنه، واحد يهدي من نفسه شويه. شكرا للزملاء على إعداد هذا التقرير، وتابعنا وياكم مشاهدينا الاستطلاع، والآراء جميعها متفقة على أنه الإحساس بالطرف الآخر ومراعاة حالته النفسية والتعب الجسدي هي من أحد أهم الأسباب نجاح العلاقة الحميمة وغيرها. دكتور، بالرجوع إلى موضوع الحلقة اليوم، في عندنا مسج من أحد الأصدقاء وطلب منا عدم ذكر الاسم بسؤال: كيف أثير رغبة الزوجة؟ وإذا لم تهتم سوف نميل طبيعيا إلى أخريات، وبالتالي ذكرنا بين قوسين هددوهن والله ملينا. أبدا، لكن المرأة يعني سبحان الله قد استودع الله سبحانه وتعالى يعني فيها ما لم يستودع في أي مخلوق آخر. نعم. واحدة من هذه يعني رهف الأحاسيس، أحاسيسها جدا مرهفة، يعني حتى تكون يعني أرق من الزجاجة نفسها، فتثار بأي شيء. حتى الإمام أحمد بن حنبل يقول المرأة كلها عورة حتى صوتها، دلالة على أن هذه المرأة يعني من كل شيء تثار، تثار من كلمة، تثار من ابتسامة، تثار وتثير أيضا. بالضبط، يعني هي مجرد هي شوف السيدة الفاضل، العملية كلها عملية جدلية، عملية نعم. تأثر وتأثير نعم. يعني هي مو عملية مقترنة على جانب واحد. يعني سبحان الله أذكر من باب يعني معرفة بالشيء، نعم. في يوم من الأيام إحدى طالباتي قلت لها ليش قاعده هنا بالشمس الشباك، تحولي منها تحولي تصير بالفي، فهمتها على 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 يا محمل فهمتها. شوف دلاله على ان المراه مجرد كلمه تصدر إلها تحس وتسبح بها وتعيش باحلام اليقظه. طيب اذا عندها هيك مشاعر شلون لا تسالنا هيك سؤال؟ يعني اذا انت بكلمه واحده تقدر ان تثيرها، بابتسامه، بهمسه، حتى يعني حتى بحركه عين، حركه عين. نعم. هذه المراه يعني تفهمها وتفهم تفهم مغزاها وتثار بها، ومثل ما ذكرت جنابك وتثير هذه العمليه. نعم. طيب انا عندي الكلام العذب، عندي الاسلوب، عندي الوساط اخرى، يعني مثلا شوف هي شو تحب المراه، شو تريد، يعني يعني الفيلسوف الفرنسي يقول فتش عن المراه، أريد أشوف هاي المرأة، هذا العالم الغويط، شوف نعم. شو يريد،
انا ارد اعرف زوجتي بيش تثار شنو الشيء اللي ترغب له؟ ابحث عنه يعني شنو صعبه هي؟ لا مو صعبه. لو فد شيء معقده بالنسبه لي، لو الهيلمان مالي راح يقل درجه من عنده اذا انزل اود اشوف احتياجات زوجتي شنو بالكلام بالذات الاحتياج الجسدي اثناء العلاقه الحميمه. نعم. ممكن انه هي تحتاج اثاره من خلال التواصل ذاته، يعني حتى يعني ممكن انه كيف اثير رغبه الزوجه، ممكن تتقبل كثير امور هذه الاجابه عن هذا السؤال. يعني من خلال منبركم الكريم اطرح سؤال الى كل المشاهدين. نعم. أسأل أي زوج قبل ما تجرى عملية المواقعة، كم واحد من عنده قبل زوجته؟ كم واحد حاول أنه يداعب يعني مناطق الحساسة؟ كم واحد حاول يداعب خصلات شعرها؟ نعم. كم واحد أسمعها كلمات حلوة، كلمات محبة، كلمات الإطراء؟ أحياناً الإطراء تحتاج المرأة نوع من الإطراء، يعني حتى بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة أيضاً، يعني حتى لو كان ما في هذا الكمال المنشود أو المقصود بالعلاقة الحميمة، لكن تعشق قبل العين أحياناً. بالضبط، يعني يحتاجون الطرفين يحتاجون نوع من الدعم، فما ممكن أني بما أنه هذا زوجي أدعمه بعدة كلمات لحتى ممكن أو أحسسه أنه أني راضية عنه، لحتى يصير عطاءه أكثر، لحتى يكون مثلا متفاعل ومنسجم معي أكثر. أنا أزيد على جواب حضرتك للأخ اللي لم يود ذكر اسمه، وهددوهن والله ملينا، احنا ما نهددهن، بس احنا نريد ايضا نساءنا يكونون اكثر اهتمام بعلاقتهم ليش الزوجيه. ليش نهددهم؟ نهددهم نهدد خطيه لهم بما انه انت رجل، يعني زين نضمك الحزب. والله نهددهم لهم، دمروا النسوان دمروا. ونضيف ايضا للاخ صاحب المسج نقول له ليس الرجل الذي يثير امراه كل يوم، ولكن الرجل الذي يثير المراه ذاتها كل ليله. عندنا مسج آخر من سيد أبو الحسن شبر يسأل عن حل للإفراط في العلاقة الحميمة. عنده إفراط بالعلاقة. هو عنده إفراط، الله يزيدك إن شاء الله قوة ويزيدك إفراط. لكن مو يعني المشكلة إنه الزوجة ما تقدر تلبي له هذا الإفراط. شوفي سيدة الفاضلة، يعني هو حتى بعث المسج وهو يطلب حتى إذا كان هناك علاج أو دواء. لا، ليش تبحث عن علاج ودواء؟ العلاج ودواء على زوجتك. الإفراط اللي موجود عندك ممكن زوجتك تستقبله إذا كنت أنت وفرت لها كل المجالات اللي بحيث ممكن تحتوي هذا الإفراط مالك. تمام. أهم فقرة من هاي الفقرات إنه لا تخليها عملية بيولوجية وقضاء حاجة ولازم إنه أني كذا وأني حقي الشرعي. خلني شو الله يرضى عليكم، خلني شوي نغادر هذا الشيء. نعم. مو مسألة الحق الشرعي، خلني نغادر هذا الحق الشرعي، خلني نغادره. نعم. نسميه الحق الروحي، الحق الزوجي، نسميه الحق الشرائكي ما بينه وبين هاي الشركة. بالفعل يعني لأن هي عملية اشتراكية. يعني هي هذا اللي أبحث عنها. لكنه مو حق، من صار حق شرعي صرت أنت سيد. والعملية صارت عملية سيف وعملية تسلطية. نعم. طيب شلون تكمل لك وعندك هذا الإفراط؟ مرة مرتين وتقول لك هو أسأل ما متحملتك مرة أو مرتين، روح شو حتى تقول واحدة ولا على غير واحدة. زين. طيب احنا شلون بالله نبحث عن هذا البديل؟ لا بالعكس، عندك هي هاي الزوجه، حاول ان تجد الوسيله المناسبه بحيث تحتوي هذه الافراطات وهذه الافرازات الخير من الله اللي الله موفرها عليك، اللي بحيث غيرك يلجا الى العقاقير والادويه والمجالات الكيميائيه وغيرها من هذه المجالات. نعم. طيب انت تحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمه، لكن نفس الوقت عليك ان تجد او تشرع بايجاد سبل لهذه المرأة بحيث تحتوي هذا الإفراط. لا بالعكس، تحتويك وتكملك وتلم. نعم. أكثر الإفراطات ممكن عندك. دكتور يعني من باب المشاركة أنه ممكن يشاركها ببعض الأعمال المنزلية لحتى يخفف عن كاهلها، بالتالي العلاقة الحميمة بها نوع من الجهد على الرجل وعلى المرأة، فحتى إذا أنت مثلا تطلب يعني التواصل الحميمي بأكثر من مرة باليوم، أنت كون عامل مساعد إلها أيضا في بعض النواحي حتى هي تتفهمك، تكون انت بنفس الوقت شلت عن كاهلها وخليتها تقرب منك. والله أكثر. يا سيدي الفضل عوفك من الكاهل. نعم. وعوفك من المساعده، خل. نعم. بس يغدق عليها بالكلمات الطيبه. نعم. هالكلمات العذبه، ويحاول ان يطري. طبعًا. يطري من اللي موجود عندها. طبعًا. ويحاول يحسسها بانوثتها كونها امراه. يعني اكو فين يعني حتى نجاوبه يعني جواب ابو حسن انه ممكن انت يعني تحاول انه ترضيها من خلال
تفهمك وأنت تشكي من الإفراط اللي عندك، أنا أنصحك أيضا بممارسة الرياضة، لأنه الرياضة دكتور ممكن شوية تقلل من هذا الإفراط المتزايد، لأنه هو بالتالي هذا العلاقة الحميمة يعني ممكن تكون نتيجة طاقة، فهو عنده نوع من الطاقة الزايدة، فممكن أيضا الرياضة كحل ممكن يكون مرضي أيضا. أكيد أكيد على مود يبعد عن الرياضة، وبالتالي يعني كل طاقة يفرزها على الرياضة، فبالتالي الغدة الجنسية تتعب، وبالتالي يعني حاول صنع من امتصاص عندها. لا احنا ما نريدها تتعب، احنا نريدها يعني تتوازن حتى يكون في توازن. طالما هناك اكو افراط يعني بافراز الغدة الجنسية لازم تلقي لها مستنفذ، فممكن تستنفذها بالرياضة لا بس، لكنه اذا انت عندك زوجة حاول انه تجد السبل المناسبة لهذه الزوجة حتى تحتوي هذا الافراط. طيب طيب نحن ما نقدر نعمق أكثر الإجابة لأبو حسن، لكن نتحول إلى مسج آخر من الصديق علاء، بعث لنا مسج هو ممكن شوي يكون بعيد عن موضوع حلقتنا اليوم، لكن إحنا حقهم علينا متابعينا ومشاهدينا. يقول أحب ابنية وهي أيضا أها طيب طيب بس ناخذ اتصال ونرجع نكمل المسج. مروة من بغداد، مساء الخير مروة. اهلا وسهلا. انا طبعا البرنامج اول حاجه الموضوع مروة بس غيري مكانك، الصوت مو واضح عندنا. تسمعيني هسه؟ نعم. حبيت اشيل الموضوع الاشباع العاطفي عند البنت، مو ضروري ان هي تكون متزوجه، يعني مثلا طالبه اعداديه. نعم. كل واحدة عندها في نوع من الاحتياج العاطفي بحيث انه فعلا تتاثر بكلمه استاذ لو يعني بنظره اي شاب. نعم. لما اسالهم ليش مثلا تقول انا يعني مثلا ماما ما تقول لي اي كلمه حلوه، لو بابا ما يقول لي اي كلمه حلوه، مثلا اهلي ما يدعموني، اهلي ما يشجعوني. او يعني ادها قد نوع من النقص العاطفي. تمام. ضروري جدا ان الاهل يعني مو بس الزوجه خلاص انه هي الاشباع عاطفي، ضروري جدا ان الاهل من الام والاب انه يعتنون همين بابنائهم، يعني يهتمون باحتياجاتهم مو بس الماديه، العاطفيه اهم من الماديه. فعلا. لانه هي بعدين البنيه هاي مثلا اللي بالاعداديه راح تدخل كليه، بعدين راح تدخل مجتمع مختلف تماما عن المجتمع، ممكن اي كلمه تستميلها. تمام تمام. نعم تستميلها، وما راح تقدر اصلا تميز من انه هذا الشاب مثلا بالكليه طرفته، انه هو فعلا يحبها لو لا مجرد يعني يستدرجها بالكلمات اللي هي كلش يعني تكون متعطشه لسماع الكلام الحنون. تمام. هذا الكلام صحيح، حتى يجوز يعني هي انه تسوي نفسها يعني تغلط، تعرف به وما يحب صدق، بس لانها محتاجه لهذا الشيء راح انه تقبل بي تسمع. تمام. مش مهم هذا الموضوع يعني مو بس الزوجة، لا قبل ما تتزوج المرأة المفروض يكون عندها إشباع عاطفي. تمام. يعني وهذا إذا ما كان متوفر من المحيط، إذا ما كان موفر لها هذا الشيء، هي نعم. لازم يعني تفهم وتقرأ تنمية علم تنمية النفس تنمية ذاتية، هي تبحث بهذا الموضوع على مدية من شخصيتها إذا كان المجتمع ما يوفر لها هيك شيء. احسنتي احسنتي، شكرا لهذا البرنامج الحلو. شكرا لك، شكرا لاتصالك مروة، وكلامك والطرح جدا مهم. دكتور سمعنا الاتصال من مروة تقول انه مو بس الزوجة تحتاج الى الاشباع العاطفي، ايضا الانثى بكل مراحل عمرها. نعم. تحتاج الى نوع من العاطفة والتفاهم لحتى ممكن ما تفاجأ من اي كلمة تسمعها من الجنس الاخر راح تثار وتشوفها انه فتشي يعني. اكيد ان الحسان يغريهن ثناؤه. نعم. حقا، لكن هنا عندنا التربية المغلقة، هي مصيبتنا بالتربية المغلقة. نعم. علي ان احسس البنية بوجودها بانوثتها بوجودها يم اهلها يم في كنف امها اغدق وأبوها عليها بالحنان يعني بالمحبه بهذه بالعطف المشاعر الجياشه. نعم. الدافئه. نعم. يعني هذه بنتي يعني انا ربيتها مثل ما يقول عندنا بالمثل العراقي بدام العين وما جرى، فيفترض اني اصب جل اهتمامي بهاي بنتي على مود لا صعدها نوع من المفارقه من تخرج الى الشارع. احسنت مثل ما هي طرحت الاخت مروة تقول. نعم. انه احنا بس بمجرد دخولها الى الكليه قدام اي كلمه بسيطه تسمعها من اي زميل راح تدخل الى عالم ثاني، كون انه هي فعلا عندها نوع من التعطش للعاطفه. احنا نريد للبنيه. نعم. من نريد نعطيها. نعم. هذه التربيه.
زين اريد اعطيها نوع من الحصانه تمام. حتى مو اي كلام يمشي عليها تمام. وحتى انت تكون الاب والام يكونون مشبعين الرغبه العاطفيه طبعاً. الحنيه اللي حتى تحتاجها حتى أدرى الانثى أدرى بشكل عن عام بنتي ان نعم. تقع في مصيده الذئاب البشريه. طيب احنا لانه حتى نكفي الاجوبه دكتور نرجع الى موضوع الصديق علاء، احب بنيه وهي ايضا تحبني لكنها غير مستعده للتضحيه، فهل تستحق ان تكون ام لابنائي في المستقبل؟ قلنا احنا هذا خارج موضوع حلقتنا اليوم، لكن بس تتوقف على نوع التضحيه. شي يحب شنو نوع ما اعرف انا يعني في مرحله الحب شنو هي النوع التضحيه المطلوبه؟ التضحيه الماديه مثلا انه ما تطلب من عندك مثلا هالمهور الغاليه اوكي نعم. اذا فعلا يعني بس شو يكون حكمها امام حكم اهلها يعني هي المرأة همنا يعني حقيقة مضطهدة شو تسوي لك يعني تضحية؟ بالتالي الكلمة الأولى والأخيرة للأهل أو تضحية شو توفر لك يعني أنه توفر لك نفسها كامرأة وهي بعدها يعني ما في مرحلة الحب وهذا قطعا هذا أمر مرفوض تماما وحتى لو وفرت لك صديقنا علاء حتى لو ضحت لك أي تضحية ما أعرف يعني ولو أنا أعتقد أنه التضحية اللي مطلوبة ممكن تكون يعني لحتى يتم زواج لكن إذا أخذناها من الناحية الأخرى فما ممكن نضحي لك الآن إلا في مسألة المهر وتسهيل الأمور الأخرى لكن كإباحات قيود مجتمعية ما نقدر احنا نتجاوزها ما ممكن نحن ننصح بها أيضا. ناخذ مسج الصديق محمد الناصري متزوج منذ سنة وعنده طفل، المشكلة إهمال زوجته له وانشغالها بالحديث عبر الهاتف مع أهلها ويقول بدأ يصير عندي برود عاطفي كون زوجته مبتعدة عنه، يقول أنا متوفرت لي فرصة الخيانة لكن ما أخون، بين قوسين حط لي أريد أعوفها وأشرد، هي مدرسة وهم ساكنين وحدهم ببيت أجار والزواج كان عن حب وبعد معاناة، يطلب مساعدة ونصح بالحل. طيب أوكي أساتذة مو كتبت لنا هاي صارهم سنة متزوجين هاي المطولة من كتبت لنا إياها، هالوقت اللي ضيعته في كتابة هذه المطولة لو قضيها ويا زوجتك تعال يا بنت الناس ليش هيك مبتعده عني ايمان حبيش واحنا ما اخذنا عن حب زين شنو ضاجه من عندي ضاجه من شيء او احتمال هي الزوجه نعم. تحس بنوع من الرتابه نعم. فوجدت ضالتها بالتليفون ويا اهلها يعني هسه مو كان هي واحد يجوز انت ايضا منشغل عن شيء ما او تعبان كذا هي هم تريد لها متنفس فوجدت متنفسها بهذا التليفون تخابر به اهلها هي لو وجدت اهتمام نعم. من عندك نعم. ولو وجدت الوقت المناسب وانت مالي كل وقت عليها صدقني ما تضيع دقيقة واحدة بالاتصال ويا أختها ويا أمها ويا خلاها. ممكن أضيف على جواب حضرتك دكتور منذ سنة الزواج وعدها طفل واحد وهي يعني حديثة التجربة بالعلاقة الزوجية فممكن هي تستشير أهلها من ناحية أنه كيف مثلا الطفل اليوم هيك عنده مثل فالظاهرة يعني تسأل لحتى تطور من لا صار هاي ظاهرة يعني بحياته الرجل يعني سأم من هذه الحالة طيب أنت ليش ما تكون مبادرة بينك وبينها يعني ترى أقرب الطرق هي الطريق المستقيم هو الأقرب الطرق معناتها إحنا ننصحها بمواجهتها بشكل مباشر هاي زوجتك حبيبتك هي مقضت وياك عشرة عمر مقضت لا هو ما صار لهم عمر طويل هم هي أخطر سنة يعني مو ماخذين عن حب نعم مو ماخذين عن حب ما شهرين واحد حب الله اعتيادها أمك فترة. طيب لو سمحت دكتور بالرجوع لموضوع حلقتنا اليوم كيف ممكن نتجاوز الاضطرابات للعلاقة الحميمة بإجابة سريعة لو سمحت نرجع ونقول هي ليست بعلاقة ميكانيكية هي علاقة روحية نعم. فيفترض مني أنا كرجل أن أوفر كافة السبل لإنجاح هذه العملية لأن مثل ما أسلفت هذه العملية تعتبر من أهم الركائز التي تقوم عليها الحياة الزوجية وبنفس الوقت ليس الأمر مقتصر على الرجل لا على المرأة شوية إذا عندك من نوع من الحياة ويا الرجل ماكو حياة هذا زوجك حاولي أن تغادري هذه المفهومة وحاولي أن تبحثي عن الوسائل اللي مو بس الثيرة لا اللي تكمله اللي تحتويه كان يكون تشتري شوية يعني سيتنيوم حلو ومو مكلف لا تأخذين من البير كارديان لا من هاي الموجودات عندنا البسيطة وهالمكياج الحلو وهالعطر الحلو وهالابتسامة الحلوة وأخلي فد وقت مناسب إلي ما أخلي شرودات الزمن والدهر تحاول أن تدخل بهذا المضمار وبدأ يضيع علي حياتي ممكن دكتور كلامك أتمنى
أتمنى أن يؤخذ به، وشاكرة لوجودك. ضيق الوقت للأسف هو اللي يمنعنا أن نكمل الموضوع. شكرا موصول لكل المشاهدين. إن شاء الله بالحلقات القادمة تكون ضيفنا مجددا إن شاء الله. إذن أحبتي، المرأة كائن حساس، وطريقها إلى العلاقة الحميمة يبدأ بالمشاعر والحب والكلام اللطيف ومراعاة الجوانب النفسية ليدخل في الجوانب الحسية. وربما تشعر المرأة بالرغبة بصورة تلقائية، ولكنها لابد من أن تكون مرتاحة نفسيا وروحيا لتكون أكثر قدرة على التفاعل والمتعة الحسية. وهذا جانب مهم على الرجل إدراكه وفهمه، وبدونه نفقد الحافز وندخل إلى دهاليز الضجر وعدم الانسجام، وقد يؤثر ذلك على استمرار العلاقة الزوجية. فلا علاقة حميمة ناجحة بدون حب وعواطف وكلام جميل وارتياح نفسي، وإلا فإنها تتحول إلى علاقة وظيفية لا يفهم فيها الشريك احتياجات شريكه. شكرا لمتابعتكم، ونلتقيكم في الأسبوع القادم. إلى اللقاء. حبيبي يا غرامي، يا كلامي، يا أحلامي، حبيبي يا غرامي، يا كلامي.